خير، واهلا بكم في مؤتمر الاورام في الامارات في قصر الامارات. على 5 سنوات متتاليه نعقد هذا المؤتمر في ابو ظبي العاصمه في قصر الامارات. توقعاتنا انه يكون في اكثر من 1500 شخص باحث ودكتور متواجدين في المؤتمر هذا، اللي يشمل 3 ايام متتاليه في نقاش وابحاث عن علم الاورام وعلاجات الاورام. توقعات في السنوات القادمة حالات الأورام تزداد، حوالي 15% من الوفيات في العالم تكون بسبب الأورام. طبعا الأسباب مختلفة، هو البيئة، التلوث، الطعام، التغذية، أسباب متعددة، برضو أسباب وراثية، أسباب كثيرة جدا. خلال الأيام هاي حنناقش أفضل علاجات حالياً موجودة، الأبحاث بتحكي لنا إيه برضو، وحالياً أهم شيء خلال السنة أو سنتين الماضية هو العلاج المناعي. طبعاً العلاج المناعي علاج جديد يتكون من أدوية اللي بترفع مناعة الإنسان، والمناعة بتقاوم السرطان، وإن شاء الله مع الأدوية هاي السرطان بيختفي أو بيكون محاصر. ممكن الإنسان يتعايش مع السرطان لفترة زمنية أكثر. أتمنى يكون مؤتمر ناجح كالعادة.